au jugement dernier. La machi ale kefa Bala yi miye O bala yi sali Bala fiki O bala yi kran Kulina Akiyam Damwaike Abuna adu Amina Kankalina nindile Dunya yabga seme Kankalina kiyana Dunya yabga Kantalena sudi dunya yabga asan Kantalena duas dunya yabga afi Ala lo kuwa benat na mufama Ala oni biya jama anusama Malkuwa kwani kakulu dime Kalambugu saki Kalambrizik saki tak tulu di me Kalampula saki tak tulu di me Kalamal saki tishulu di me Kalamasuliye tishulu di me Tisamumule akwanku balainiye بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدين الأحباب في كل مكان أهلا ومرحبا بكم نحن ما زلنا بنتواصل معاكم من خلال اللقاءات الخاصة لتشمل الحوار الوطني الشامل وأيضا السيادي لدولة تشاد الدولة يمكن جميلة واللي هي دائما تسعى للسلام وللمصالحة وللتعايش السلمي أهلا ومرحبا بكم في مساحتنا دي مشاهدين الأحباب التقينا بامرأة عظيمة هي من قيادات دولة تشاد ودائما هي في الريادة ومن أوائل الجنرالات الموجودين داخل الدولة هي قيادية ناجحة وهي تجولت ما بين يمكن العديد من الأشياء الجميلة الموجودة بما يعكس للجيش يمكن من قوة ومن صلابة نحن دائما بنسلم على كل مشاهدين الأحباب ومرحب وأهلا بكل الناس اللي بتابعونا وإن شاء الله حنتعرف عليها من خلال جولتنا زي ما ذكرنا لكم حنتعرف عليها ووجدناها داخل القاعة الجميلة أهلا ومرحب بك سعادة الجنرال حليمة حبابك عليكم السلام يا أخوتي زوار أنتوا ما شاء الله أول بأول أنا نشكركم أنتوا وأنتوا وفد جيتوا من السودان قدرتوا معنا هوار هنا وما شاء الله بداية الهوار كله من رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية ما شاء الله هو ذو القوي ما قصر أي حاجة بعد الموت بتاع مارشال هو راجل شديد هو وقف مع الجنرو بتاع تشات بلدنا وقفوا بقلب واحد يعني جو الأمن في البلد وما شاء الله ولدنا هو من هنا رئيس الدولة الرئيس نسينتي محمد إدريس ديبي إتنو هو مش ضوخة يعني ناخش مع الأبهاتنا إخواننا اللي كان من زمان مش قاعدين هناك كل يعني ناخش معهم الموضوع انتهى قموا من هناك هسا جو كلهم هدروا معنا هنا هوار ونينا يعني فرحانين شديد من الهوار ده وتاني من رئيسنا ذاته نحن فرحانين عشان ماله من موت المارشال ما شاء الله رئيس الدولة بتاعنا مع ضباط القاعدين جابوا لنا أمن في الدولة عشان نشوف هسا مثلا انتوا اللي جيتوا من السودان السودان بتاعكم من بعد الأمر بشير شوف هاجة الكان ده هاجة زي ده ما كويس عشان بلد ده أي بلد في الأفريقيا كان قاعد بالآفي كويس حتى شوف الليبيا الليلة بعد القدافي بيجي ما في الأمن بيجي بلد برجال وهذا برجال هذا نينا يعني نشكر ربنا سبحانه وتعالى يعني ما جانا في تشاتنا عشان ماله عشان رئيسنا محمد إدريس ديبي قوي رئيس قوي وتاني ضباط ذات ضباط قويين زي ما وريت ما شاء الله يعني رئيس قلنا رئيس قوي وتشاد عندنا ضباط قويين تاني هنا عندنا ديش ذاته قوي عشان كده بلدنا ما خلوا جبر رجال ونينا نشكر ربنا سبحانه وتعالى وشكرنا ديشنا وشكرنا رئيسنا ورئيسنا من هنا مشى الضوها
ويتكلم مع الناس الإخوان يعني ناس أبهاتنا ناس القاعدين هناك سنين بنين يعني إن شاء الله مام أكور وإن شاء الله يعني مؤيد تاني هم ذاته شرفونا قوم جونا هنا هسا هيدروا معنا كلهم في الهوار يعني ما شاء الله نشكرهم وهوار ذاته ماشي كويس ما في أي برجال لكن بس في جوا هوار ده عشان لزام شوية عشان يا ما أي زول بتكلم أي بيجيها يعني شوية بس لزام بدون هذا بدون هذا يعني ما في أي كلام ما شاء الله والله نينا ده شكرنا رئيسنا نعم. ما قصر نعم. شكرا نعم نحن ذاتنا كمان بدورنا وبدورك أنت بنشكر رئاسة الجمهورية المتمثلة في سعادة الفريق محمد دريس دبي اللي دائما بيسعى للسلام وبيسعى لأنه تشادي يعمها الأمن والأمان والاستقرار. برضو نحن نتكلم شوية عما يدور بداخل الحوار. أمس كان في لجنة خلاص حتمشي وحتجي لجنة إن شاء الله ليوم بكرة حتستلم المهام من جديد. حدثينا عنها وعن الأعضاء الموجودين داخل اللجنة. أي ما شاء الله أمس ما آخر يعني من بدينا حوار من يوم 20 من 20 الرئيس جاء عمل لنا أوفرتير وفات من ذاك نينا شخالين يوميا وأمس كونوا مكتب أمس كونوا مكتب هسه لو ربنا قال آمين إن شاء الله عم باكر يوم الثلاث يعني مكتب بدي بيشتغل طوالي معايا بدون أي مشكلة أي ما في أي مشكلة ده شيء جميل وشيء طيب. نحن برضو بدورنا بنسألك عن المرأة ودور المرأة داخل الحوار. والله ما شاء الله مرأة داخل الحوار ما عنده أي كلام مرأة تشادية هي الليلة فرقانة مرأة تشادية الليلة هو كله تمام أيوة عشان نقول مالو هسا رئيس ده شوف يعني هنا نينا عايشين في الدهش ده يعني في الأفريقيا كفة ده في مرة واحدة يعني جنرال في فرنسا بدون هذا في أفريقيا ما في مرة جنرال في أفريقيا لكن رئيس نينا في إيد المرة بتاع يعني بتاع سنة نينا عايشين اثنين خشم وايد أعمال لنا يعني جنرال ده ذاته منه يعني منه من 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 حقوق المرأة دونك يعني احترمانا يعني ناحية المرأة يعني مرة تشادية الليلة فرحان جدا من حكومة حقنا من رئيس حقنا يعني نحن ما عندنا أي مرة هسا مرة تشادية موجودة في الهوار ذاته مكانه قاعد هسا في المكتب أمس كونا ذاته كم أبين أي قسموا لنا سوا مع الرجال في المكتب ده ما في أي مشكلة مرة تشادية أي مكانه قاعد يعني ما في بيقولوا لنا ده رجال وده أبين ما في يعني مثلا يعني أي مكان ده نينا ذاته عندنا حقوق يدونا مام سوا كوتا قالوا مثلا الكوتا قالوا 30% المارشال مرحوم ورا تاني قال 50% كل ما بصروا مننا شيء نينا شكرنا أخواننا نينا شكرنا يعني أبهاتنا نينا هذا الأيجين نينا مرة تشادية الهاجة عايزة عافي في البلد أول البنت كان عافي ما في أي حاجة عايزين عافي عايزين الأمن يدوروا يعني أمن كله يكتر زيادة وندوروا العافي هسا ذاته نشكره الله كي يعني من بعد الموت المارشال ده ما في حاجة الهوان ما في برجال ده ذاته شكرنا دي شاكينا وشكرنا رئيس حقنا محمد إدريس دي بإتنو ما بريزانا سينتي ما قصر أي حاجة لكن هسا ذاته ندور أمن ذاته يبقى زيادة وآفي ذاته يبقى زيادة عشان هسا يال ده نتشاد ده كل اللهم اللي فيه هوار ده يدوروا كلام ده كان قديم جديد كله ينتهي هنا نقول بحل وهلا وبفرع وسرور نينا ما عايزين مشاكل مرة تشادية ما عايزة مشاكل عايزة آفي عشان بلدنا ده ديكي هرب كتير هسا مرة تشادية ده إيه من الهرب ده يينا من هرب رجال يموت ده يينا منه عشان ده نينا تاني ما عايزين هرب مرة تشادية ما عايزة هرب ما نتمنوا للعرب يعني نتمنوا للآفي في بلدنا بس دوروا آفي بس نعم إن شاء الله أنت بدورك جنرال حليمة قيادية عظيمة موجودة في دولة تشاد كلامك شنو للحركات المسلحة الموجودة وللأعضاء الموجودين داخل اللجنة أو داخل الحوار؟ والله أنا كلامي للإخواني تشادين أقول لهم خليه يسالوا بقلب واحد لله عشان خليه ما أي جاجو أي واحد بقول هذا مشى أمس كده جاء وده كده ما في تشادين كلنا نبقى أمنا واحد أبونا واحد ونودوا بلدنا قدام وما في يعني خاشات بيناتنا ونودوا بلدنا بالآفي بس ما ندورك زول بناخش مع زول ندورك بلدنا نود بعافية وإخواننا الضيوف دي كل نلاقون بحالو هلا نقود من بحالو هلا مم ذاته أخواتنا وأبهاتنا والتشادين
هم ذاته أول مشي وتاني رجو جو ما في أي كلام نقول زي ما زمان قاعدين ده ما في أي كلام. نعم هاي. نعم برضو جنرال يمكن رئيس الجمهورية قيم المرأة وأدى المرأة حقها. نحن من خلال الحوار شفنا كثير من النساء هم وزيرات هم متوليات مناصب كبيرة جدا جدا. فنحن الكلام ده بيساعدنا بأنه هو ما قصر أدى المرأة حقها داخل الدولة. أنتوا بدوركم كنساء مساندتكم له وكلامكم له شنو عشان ما البلد تمشي في أمان وسلام؟ والله كلامنا نينا لهنا ده نينا ما عايزين برجال. نينا نتمنى لولادنا ولدنا الله يثبت لنا الله يجيب لنا عافية في بلدنا. يعني مرة تشهدية زي ما تريدها أي مكان الليلة قاعد حتى في الديبيتي في الجوفرنما يعني الوزارة يعني في أي مكان مرة تشهدية قاعد عشان ده نينا مرة تشهدية ده نينا فرحانين من رئيس الدولة نشكره ألف شكر نقول الله يحفظ لنا والله يخط لنا ده كلامنا إن شاء الله. ما عندنا كلام إن شاء الله. وبرضو رسالة للشباب شباب تشاد يعني زي ما ذكرتي لي تشاد عانت كثير من الحروبات وكمية من الشباب فقدوا من الرجال ماتوا في الحروب. رسالتك لهم شنو عشان ما يلموا عشان ما يكونوا مع بعض؟ للشباب ما شاء الله ده كل رسالتي وسيا نايدة أنا نقول للشباب خلي ما يكلموا كلام كثير في رزو سوسيو في رزو سوسيو في تليفونات في تيك توك في شنو حاجات كلام كثير يعني ده يعني مقسمين ما كويس. تشاهدين كان من جنوب من شمال من أي جهة يعني أربع ركضة تشاهدي بس ومن واحد أبونا واحد عشان ما خليه يقولوا كلام كثير الشباب في رزو سوسيو ده ذاته ممكن ما كويس يعني واحد يجرى واحد قلبه كده هاني كلام ما حلو عشان الله يهدم في كلام ده الله كله يجيب قلوب واحد يعني نقو يديد واحد يعني تشاهد موضوع بالآفة ده كلام اللي الشباب. وختامك شنو لكل الشعب التشادي بتقولي ليه وشو؟ والله ختامي لكل شعب التشادي ربنا يهنينا كلنا تشادين والله يكمل لنا الهوار بالعافية الله يخلي لنا رئيسنا وبلد ده الله يجيب لنا عافية برجال ما كويس التشادين نقول الله يهنينهم الله يسوي قلوبهم واحد ده كلامي آخر إن شاء الله. نحن شاكرين لك وشاكرين يمكن الليلة إنك اديتينا جزء من وقتك وتكلمتي معانا بكل طيبة وبكل يعني حنان وبكل حب لبلدك تشاد اللي حابة تشاد تكون في نماء في سعادة في رخاء ودائما تشاد هي في الغمة لأنه نحن شايفين في نهضة حضارية كبيرة جدا جدا وبنية تحتية كبيرة جدا جدا وتشاد مليانة بالخيرات بالموارد سواء كان المعدنية سواء كان البترول سواء كان الموارد الأخرى هي موجودة في دولة عظيمة وقائدة عظيمة كجنرال حليمة. نحن كنا معاكم إن شاء الله حوارات كثيرة حتكون من خلال الحوار الوطني الشامل والسيادي ونطلع بنتيجة لبلد يعمها الأمان والاستقرار والسلامة. حتى الملتقى في أمان الله.